هنتكلم دلوقتي عن الجير هاوزنج، اللي هو الكيسنج اللي بيشيل الجير بوكس اللي هو الجسم الخارجي ليه، زي الصورتين اللي قدامي دول. الصورة الفوقانية بتبين لي جير بوكس، البيز بتاعته مجموعة التروس ومتشال الكفر بتاعه، والصورة تحت جير بوكس تاني مغلق، يعني النص التحتاني اللي هو البيز والنص الفوقاني اللي هو الكفر ومتربطين مع بعض والأعمدة خارجة منه. لما بص للرسمة الأولانية هبص الاقي فيها كام عمود، اللي هي الفوقانية المفتوح جير بوكس المفتوح، هلاقي فيها أربع أعمدة، معناها إن ده جير بوكس تلات مراحل. وهلاحظ أنا لو بصيت للرسم من العمود التحتاني، الرسمة الفوقانية من العمود التحتاني وباصص لفوق، هلاقي إن في عليه ترس صغير، بنيون صغير بلت إن، بيركب معاه هويل، والهويل دي بتشغل العمود التاني، عليها بينيون بيشغل الترس او الجير الكبير، الجير الكبير بيشغل على بينيون مع ترس تاني، وهكذا لغاية لما يوصل لي الاوتبوت من العمود الفوقاني خالص. يبقى ده 3 ستيج، ونلاحظ ده 3 ستيج والسرعات بتاعته فيكسد مياش فيريبل، يعني كل الاعمدة بتاعته كيد، كل التروس بتاعته كيد على الاعمدة. لما بص اما الرسم التاني، لو مبص له كده هبص الاقي فيه عمود وعمود عمود خارج وعمود تاني متعامد عليه اهو. ده معنى كده ايه؟ اول حاجة ان هي الحركة جاية في اتجاه وبتخرج في اتجاه عمودي عليه. وعدد الاعمدة كام؟ في عمودين متوازيين وفي عمود تاني عمودي عليهم. معنى كده بين العمود بين العمود اللي هو في الاتجاه من اليمين للشمال، والعمود المغلق بالكفر بتاعه اللي هو في المواجهة قدامنا، ده معنى كده ان بينهم بيفل جير. وبعد كده البيفل جير ده بيحول الحركة من الحركة بيحول الحركة 90 درجة حركة دوران، وبعد كده بيحصل عملها الريدكشن او انكريزنج للسبيد بين العمودين المتوازيين ويطلع للخارج من العمود الايه الاخير. معنى كده ان هذا الجير بوكس كام ستيج؟ 2 ستيج، لان في 3 اعمده، عمودين متوازيين وعمود متعامد عليهم. طيب ايه هي الجير بوكس فانكشن بتاعته او الهدف بتاعه؟ في الواقع ممكن نلخص الاهداف، ممكن زي ما قلناها قبل كده لكن برضه نوضحها تاني، او الغرض او كل بينيون صغير متعشى مع ترس كبير، والتروس الكبيره دي بتبقى ساقطه في الزيت ايه من جوه. دي اول حاجه. يبقى لوبريكانت ايه؟ كارير، ده واجبات الكيسنج او الهاوسنج بتاع الجير بوكس. تاني حاجه يعتبر برضو الهاوسنج بتاعي او الجسم بتاع الجير بوكس يعتبر بيرنج ماونتنج، بيعمل عمليه البيرنج ماونتنج، يعني بيعمل تثبيت للكراسي، لان دلوقتي القوه اللي بتنشا من التروس لازم يظهر لها ردود افعال عند الكراسي، ردود افعال عند الكراسي دي بتتحرك في الجسم بتاع الهاوسنج وتوصل للفاونديشن التحتاني اللي هي الارض اذا كان متثبت على الارض. الحاجة التالتة فيكسيشن تو بيس، يعني كمان الجير بوكس هاوسنج دون هو اللي بيقوم بعملية او هو بيقول عليه الواجب بتاع ان اثبت المجموعة دي مع الفاونديشن مع الارض، عن طريق في نلاحظ ان في فلانج تحتانية سواء باينة في الرسمتين، سواء الجير بوكس المفتوح او الجير بوكس المغلق، في فرشة تحتانية او فلانج تحتاني فيها الطوب في الرسم الفوقانيه، وفي الرسم اللي تحت الطوب فيها مسامير. الفلانج التحتاني دي اللي هي بثبت بيها بالمسامير بثبت الجير بوكس في الارض. يبقى دي عمليه الفيكسيشن بتاعه المجموعه برضه بتاعه الجير بوكس بالكامل بتتم عن طريق الهاوسنج في الايه في الفاونديشن. كمان الجير بوكس لازم يكون فيه اويل ليفل انديكيتور، لازم يكون فيه فتحه اشوف منها الزيت. يمكن هي هنا في الرسومات اللي عندي مش واضحه، لكن هي المفروض بيكون فيه فتحه للزيت، ممكن تكون من الوجه الثاني، ممكن يعني ممكن عن طريق اما فتحه عليها عين زجاجيه اشوف منها مستوى الزيت، او عن طريق انبوبه بيكون فيها ايه مستوى الليفل بتاع الزيت ايه واضح بالنسبه لي. طيب عملية الديزاين بتاع الهاوزنج بتاع الجير بوكس، احنا بنتكلم على تصميم الهاوزنج نفسه، اعمله ازاي؟ ابعاده ايه؟
هلاحظ انه عملية التصميم بتاعه هي حساب الابعاد الذاتيه thickness of housing walls. يعني لازم اول حاجة احسب تخانات الحوائط، يعني الكفر والبيز دي ليها تخانة لازم احسبها اشوفها قد ايه. زي اللي قدامي مثلا هون، ادي thickness of housing wall اللي هو البيز بتاعتي زي ما باين قدام، اللي هي دلتا دي اللي هي الجدار الرأسي بتاع الجيت بوكس. حاجة تانية thickness of housing cover wall، كمان ايه التخانة بتاعة الكفر نفسه، الكفر اللي هو الغطاء الفوقاني بتاع الايه الكيسنج. وهنا الاحظ حاجة، الاحظ هنا ان اتوقع ان لازم تكون الدلتا اكبر من الدلتا واحد، لان الدلتا دي اللي فيها الفلانش بتاع التثبيت الاحمال بتتحمل الحمل او الرياكشنز بيعدي منها يوصل للفاونديشن، وبالتالي تخانتها بتكون اكبر من تخانه الكفر. الكفر ما كل الهدف منه ان هو بيغطي على المجموعه، بالاضافه انه بياخد جزء من القوه اللي عند الـ عند الايه عند البينجز. ايوه، نتيجه انه بيقفل على الكرسي ايه نفسه. في هنا الرسومات دي بتوضح لي حاجه، بقدر المستطاع بعمل الكفر السطح بتاعه بيفتح مع منتصف الكراسي مع منتصف الاعمده، لو كانت الاعمده في خط واحد زي الايه او في مستوى واحد زي اللي قدامي، بشرط ان مثل هذا التصميم بيديني عمليه سهوله في عمليه الصيانه. يعني مجرد ما افتح الكفر بلاقي الكراسي كلها ظاهره قدامي، والتروس ممكن بسهوله اخلع او افك او اعمل عمليه ديس اسمبلي لاي جزء انا عايز افكه واي ارجعه تاني. ودي من النقاط الايه المهمه اللي احنا لازم ناخدها في الاعتبار. من الحاجات اللي انا كمان لازم اعرفها السيكنس اوف هاوزنج ابر فلانش، اللي هو تخانة الفلانج اللي هي بي دي هي اللي هي اللي هي ما في فيها عند هنا التخانات بتاعت الهاوسين بتبقى رفيعة، او بتاعت سواء بتاعت البيز او بتاعت الكفر بتبقى رفيعة، فلازم بعمل لها في نهايتها فلانشات. الفلانشات دي تركب مع بعض عشان اربطها بمسامير، اللي هي الفلانش اللي عرضه بي دون بتاع البيز ده هون، وده ايه وده لازم يكون موجود عندي عشان هعمل فيه الثقوب اللي هركب فيها المسامير بتاع التجميع النصين على بعض. اهو يبقى thickness of housing of upper flange و thickness of housing كمان of cover flange اللي هي بتاعت الكفر كمان، اللي هو البي واحد زي ما باينه في الصوره التحتانيه دي، اللي هو ايه الفلانج بتاع النص التحتاني، يبقى النص الفوقاني والنص التحتاني الفلانشات دي هي بتاعتهم بتاع الكفر او بتاعه البيز. لازم ايه احسب الايه العروض بتاعتهم. كمان thickness of housing lower flange اللي هو تخانه الفلانج التحتانيه اللي انا بثبت بركب فيها المسامير اللي بثبت فيها بثبت بيها الجير بوكس في الفاونديشن او في القاعده بتاعتي. دي من الحاجات برضو احنا لازم نحسبها. بالاضافه لكده لازم نحسب كمان الثيكنس بتاع الويبس. هنا هو الاحظ حاجه، الاحظ ان عند كل بيرنج عند كل سيت بتاع بيرنج يعني كل قاعده بيرنج بيبقى فيه عصب تحتيها زي ما احنا شايفين في الرسم الفوقاني والرسم التحتاني اللي هو مكتوب عليها ام دي ان. العصب دون بيكون ليه تخانه ام، وطبعا العصب دون عشان يعمل عمليه تقويه للجزء اللي هيجي عليه الفورس عشان يساعد في نقل الفورس الى الفاونديشن، وتقويه عشان ما يحصلش كسر في هذه المنطقه، لان دي المنطقه بتبقى عليها ايه الاحمال ايه عاليه. فالسيكنس بتاع الاعصاب الريبس دي او الاجنحه دي الويبس دي لابد ان احنا ايه برضو ايه نحسبها. بعد كده لازم احسب الديامتر اوف فاونديشن بولت اللي احنا بنسميه دي اف، اللي هو المسمار اللي بيثبت لي القاعده البيز فلانش بيز دي مع الايه الفاونديشن مع الارض. واحسب الديامتر اوف بولتس نير بيرنج. في كمان مسمار اللي احنا مسمينه دي واحد اللي ظاهر قدامي ده هون اللي هو مكتوب عليه دي واحد، ده المسمار اللي هو بين الكفر وبين البيز بتاع الهاوسنج القريب من الكراسي، وده يفرق عن بقيه الايه المسامير اللي بتربط لي بقيه الايه الكفر مع البيز.
لكن المسمار ده هو اللي احنا بنسميه البولتس نير بيرنجز اللي هي قريبه من الكراسي دي، واحد دي لازم نحسبها. بالاضافه لكده لازم نحسب كمان الديامتر اوف بولتس كونكتنج كفر تو بيس اللي هو دي 2، اللي هي بقى المسامير اللي بتربط لي الكفر مع البيس. الكفر مع البيس دي 2، دي المسامير التجميع بتاعه الغطاء مع الفرغه التحتانيه. كمان ديامتر اوف بيرنج كفر بولتس، الاعمده بتاعه الجير بوكس بيبقى حاجه من اتنين، اما عمود طرفه خارج من الجير بوكس اللي هو الطرف بتاع الانبوت والطرف بتاع الاوتبوت. يعني لو بصينا في الرسمه الفوقانيه او في الرسمه التحتانيه، لو بصيت في الرسمه الفوقانيه لان احنا عندي اربع اعمده منهم اتنين انبوت واوتبوت خارجين، ولاحظ مثلا ان العمود التحتاني خالص ده هو في الرسمه الفوقانيه، العمود التحتاني خالص هلاقي من ناحيه اليمين خارج جزء منه عشان اركبه على الموتور مثلا، والعمود الاخير من فوق ده خارج من ناحيه الشمال عشان ده يطلع لي على الحمل بتاعي على اللود بتاعي. وبالتالي هلاقي بقيه الاعمده متغطيه، اطرافها متغطيه عليها كفر، وحتى العمودين دول نفسهم اللي هو بتاع الانبوت بتاع الاوتبوت الطرف الثاني يعني العمود التحتاني من اليمين خارج، لكن من الشمال لازم يكون متغطي ايه بكفر البيرنج. الكفرات دي هي بتتربط بمسامير زي ما هي واضحه في الرسمه اللي تحت المكتوب عليها دي 3. مثل هذه المسامير لابد ان احنا نحسب برضو ايه الاقطار بتاعتها. كمان من الحاجات اللي احنا لازم نحسبها اللي هي distance from housing wall to foundation bolt axis، اللي هي المسافه بين الجدار الراسي وبين مسامير التثبيت، ودي هنتكلم عليها بعد كده بالتفصيل المسافه سي دي، لان دي مسافه مهمه، لان المسافه دي لازم تضمن لي ان المسمار بتاعي اقدر اركبه، لان المسمار بيبقى ليه قطر لكن بيبقى ليه كمان راس مسمار. راس المسمار ده هي لابد ان هي ايه اكون مديها الحيز الكامل على الفلانج عشان تقدر ترسي مستريحه. بالاضافه لكده كمان المفتاح او اللقمه اللي هستخدمها في الربط لازم يكون ليها حيز، وعشان كده المسافه سي دي هي دي من الحاجات اللي احنا بناخدها ايه في الاعتبار. وبعدين ويتس اوف لور فلانج كي اللي هو عرض الفلانج التحتاني البيس فلانج او اللور فلانج كي اللي هي ظهرت قدامي دي ومكتوب عليها كي في الرسمه اللي فوق، اللي هي بين الخطين الحمر اللي هي عرض الفلانج بتاع ايه بتاع البيز اللي بيركب فيها مسامير التثبيت مع الفاونديشن، والويتس اوف ابر فلانج كي واحد، وكمان عرض الفلانج بتاع اللي هي بتاع اللي بيركب بتاعه الكفر والبيز بتاع التجميع الكفر مع الايه مع البيز. دي من الحاجات الاساسيه ان احنا بنحسبها بالنسبه للهاوسنج بتاع الجير بوكس. مثل هذه البارامترز عشان نحدد قيمها في الواقع احنا بنعتمد على امبيريكال فورمولا، على اساس ان معروف ان الهاوسنج عاده مثلا الويلز بتاعته عليها كومبريشن، والكومبريشن ده نتيجه الرياكشنز اللي جايه من الاعمده، والرياكشنز بتاعت الاعمده تبقى جايه نتيجه الفورس اللي جايه من التروس. والامبيريكال فورمولا دي بتعتمد على ان اساسا قطر العمود بيعتمد على قيمه هذه الفورسز، وبالتالي كمان قيمه هذه الفورسز بتاثر على الرياكشن، وبالتالي كل المنظومه بتبقى تقريبا متقاربه يعني في علاقه بينهم وبين بعض. عشان كده من الخبره بيوصلوا الى معادلات امبيريكال بنستخدمها على طول في ايجاد هذه البارامترز. والبارامترز دي احنا بنقسمها في الواقع الى مجموعه من الجروبس، او الجروب اللي هو جروب بتاع التخانات الوولز او الجدران والبولت ديامترز والاقطار بتاعه المسامير المستخدم، والسيفتي ديستنسز اللي هي المسافات الامنه اللي لابد ناخدها في الاعتبار بالنسبه للايه للفلانجز. طبعا الوول سيكنس بيبقى انكلود البيز هاوز وول سيكنس اللي هي الفرغه التحتانيه التخانه بتاعه الجدران بتاعتها، والتخانه بتاعه الجدران الكفر اللي هو الكفر هاوزنج وول سيكنس، والتخانات بتاعه الاعصاب الويبس او الريبس اللي هي الايه التدعيم بتاع الجدران.
بالنسبه للبولت ديامتر بيبقى انكلود الديامتر اوف فاونديشن بولت لاكثر مسامير التثبيت بتاعه القاعده، والديامتر بتاعه المسامير اللي هي لقرب الكراسي، قرب الكراسي، والديامتر بتاعه الكفر كونكشن بولتس. طبعا بالاضافه كده بقى مثلا القطر بتاع مسامير الكفر بتاع الايه البيرنج بتاع البيرنجز. بالنسبه للود سيكنس، اول حاجه حددت هنعمل سيكنس اوف هاوزنج بيز وولز، اللي هو بالنسبه للفرغه اللي هو النص التحتاني اللي احنا بنسميها دلتا، اللي هي ظاهره دي ايه قدامي دي هي. دي بنجيبها من العلاقه ان اللي هي الدلتا دي بتساوي 0.025 ايه زائد 5، معناها ان قيمه الاي دي فانكشن في قيمه الدلتا دي فانكشن في المسافه ايه. وايه هي المسافه ايه؟ المسافه ايه دي اللي هي سنتر ديستانس بين الاعمده بتاعه الايه العمودين الاعمده بتاعه الجير بوكس. طيب لو احنا مثلا عندنا جير بوكس زي دون، عندنا اربع اعمده زي اللي على ايدنا الشمال ده، اربع اعمده فيها ثلاث مسافات ايه، في ثلاث سنتر ديستانسز، لان السنتر ديستانس هتعتمد على اقطار التروس وعلى الموديول بتاعتها، يعني معنى كده على البيتش سيركل ديامتر بتاع التروس اللي هي الميشنج مع بعض. طيب في هذه الحاله يبقى اذا انا هاخد انهي ايه؟ في الواقع عاده لما احنا بنبص للجير بوكس بنلاقي ان تقريبا الاعصاب بتاعته تقريبا كلها بتبقى نفس التخانه، وعشان كده ناخد دايما اكبر مسافه ايه اذا كانت الدلتا بتتناسب طردي مع الايه، بناخد اكبر مسافه بين اكبر سنتر ديستانس للشافت بتاعتي، وهي اللي احطها في الاعتبار وعممها على كل الاعصاب بتاعه الجير بوكس. في حاجه تانية احنا ممكن نعمل، او واحد تاني ممكن يفكر ان نعمل ويبس دي بتخانات مختلفه طبقا للاعمده، يعني العمود الاول والتاني ممكن الاعصاب بتاعتهم يعملها بهذا الشكل. يعني مثلا زي لو احنا خدنا الجير بوكس العادي الشمال، في عندي اربع اعصاب تحت الاربعه بيرنجز، يبقى امسك المسافه اللي انا العمودين اللي انا واضح قدامي بينهم السهم المكتوب عليه ايه دون، العصبين اللي تحت التو ريبس التحتانيين او الريبس التحتانيين دول اجيبهم من المسافه بتاعتهم، يعني اجيب الايه بتاعت العمودين دول. طيب العمودين اللي بعد كده اللي هو العمود اللي هو هيبقى من لو احنا اعتبرنا ده واحد واثنين اللي هو مكتوب بينهم ايه، طب بين اثنين وثلاثه اجيب المسافه ايه بتاعت اثنين وثلاثه، والله لو كانت اكبر فيبقى معنى كده ان العصب اللي تحت العمود نمره اثنين اعمله بالتخانه الكبيره هو واللي بعديه، وبنفس الكلام بالنسبه للمسافه بين العمود الثالث والرابع. يعني ممكن نعمل الريبس دي بتخانات مختلفه، ولكن عشان عمليات السباكه وعشان كمان سيفتي اضمن ان انا بجيب اخد اكبر سي او اكبر ايه اسف اكبر مسافه ايه اللي هي سنتر ديستانس، اكبر مسافه ايه واعممها لكل الايه الريبس بتاعه الجير بوكس اللي هي 0.25 ايه زائد 5 ملم. طبعا ايه دي سماحيات لابد ان احنا ايه ناخدها في الاعتبار. ده اول حاجه. تاني حاجه thickness of housing cover wall اللي هو دلتا واحد، ولاحظ دلتا واحد ده بتاع الكفر، واتوقع ان لازم الدلتا هتبقى اكبر من الدلتا اللي هي الدلتا اللي هي الثيكنس بتاع الهاوزنج وول بتاع البيز، هيبقى اكبر من الثيكنس بتاع الكفر وول اللي هو الدلتا واحد، يعني الدلتا اكبر من الدلتا واحد اللي احنا حسبناها قبل كده اللي هي ايه دي هي اللي هي دلتا واحد. ولاحظ ان المعادله بتاعت بيقول لي ايه اللي هي دلتا واحد بتساوي 2 من 100 الايه زائد 5، الحاله اللي فاتت كانت ايه 25% 25 من 1000، لكن هنا 2 من 100 واضح ان هي ايه اقل من مثيلتها بتاعه البيز، وبالتالي في الاعصاب بتاعه الكفر بتبقى اقل من اعصاب البيز. ودي من الحاجات برضو اللي احنا ايه تتماشى مع المنطق ومع الايه الواقع. بعد كده thickness of housing upper and cover flanges اللي هي المقصود بيها اللي هي التخانات بتاع الفلانشات اللي هي اللي على الشمال مثلا، دي بتديني التخانه السيكنس بتاع الفلانش بتاع البيز، وعلى اليمين بي واحد للسيكنس بتاع الفلانش بتاع الكفر، ودول احنا بنعملهم ايه متساويين، لان هيبقى نلاحظ ان بيبقى عليهم
هيبقى عليهم كومبريشن فورس نتيجة التايتنج بتاع المسامير بتاعة الربط، وبالتالي فالسلسلة عليهم واحد، وبالتالي فبي واحد هي نفسها ايه بي، ودي بنجيبها من المعادلة ان البي واحد هي نفسها البي بتساوي واحد ونص الدلتا. ونلاحظ ان الدلتا دي اصبحت دلوقتي عندي بارامتر بقيس بالنسبة ليها اللي هي الوول سيكنس بتاع البيز، اللي هي الدلتا الكبيره بتاعه البيز بتاعه القاعده بتاعه الفرغه التحتانيه بتاعه الجير بوكس. يبقى 1.5 الدلتا بيديني قيمه التخانه بتاعه الفلانش الفلانشات بتاعه الايه التجميع. بعد كده سيكنس اوف هاوزنج لوور فلانش بيز، اللي هو تخانه الفلانج بتاع القاعده التحتانيه اللي هي بثبت بيها الجير بوكس في الـ في الـ في الفاونديشن. وبي دي هي بتتجاب من العلاقه ان بي بتساوي 2 الى 2.4 من 10 دلتا، يعني بتبقى نلاحظ ان هي ان التخانه التحتانيه تبقى اكبر من التخانات بتاعت الفلانجات، يعني الفلانجات فوق كانت 1.5 او حاجه زي كده زي ما شفنا قبل كده، لكن دي من 2 ل 2.4 من 10 دلتا، يعني ايه بتبقى ادخن لان دي عليها كل الاحمال بتاعت الجسم كله، الاحمال كلها جايه عليها، فبتتعمل من 2 ل 2.4 من 10 ايه الدلتا. برضو نلاحظ اننا هنا في السيكنسز كلها الوول سيكنس هي الاساس عندي في الايه في الحسابات كلها. الريبس بقى بالنسبه للريبس برضو اللي هي التخانه بتاعتها اللي احنا بنسميها ام، الريبس اللي هي زي ما احنا شايفين كده كلها، فاحنا بنعممها بالنسبه للريبس سواء بتاعت ال الكفر او البيز، فبتبقى ام بتساوي 5% الدلتا. وبالتالي ناخد بالنا هنا من ان برغم ان الوولز بتاعت الكفر وبتاعت البيز مختلف في التخانه، الوول بتاعت البيز بتبقى ادخل شويه من الوول بتاع الكفر، ولكن بالنسبه للريبس نفسها فكلها بتبقى الام بتاعتها او الثيكنس بتاع الريب اللي هو عرض العصب بيساوي 85% الايه الوول ثيكنس. بالنسبه لتحديد قطر مسامير التثبيت اللي هي الدي اف اللي هي المسامير الواضحه قدامنا اللي هي، فان احنا بنحطها او بتحدد الدي اف من العلاقه اللي هي 0.036 ايه زائد 12 مللي. الاحظ ان المسامير دي الهدف منها هو تثبيت الجير بوكس مع في الارضيه بتاعه في الارضيه اللي هيتحط عليها الجير بوكس، ممكن يكون سطح مكنه او ممكن يكون الارض نفسها. اما عدد المسامير اللي هي فده بيتوقف على الشكل وحجم الايه الجير بوكس. يعني لما نبص في الجير بوكس لايدنا الشمال هنلاحظ ان هو نتيجه ان في اربع ريبس فوق عند تحت كل بيرنج، فهو حاطط اربع مسامير. كان ممكن لو كان الفلانج دي زادت شويه من ناحيه من تحت شويه كان ممكن نحط مسمار خامس على يمين اول ويب من تحت. الجير بوكس الثاني ده محطوط مثلا فيه اربع مسامير على اساس ان هو دي تو ليجز من كل ناحيه، فحاطط فيه اربع مسامير في حين ده حاطط فيه اربعه من كل ناحيه يعني ثمانيه. ونلاحظ ان قيمه الدي اف دي برضو بتتاخد كفانكشن من اللي ايه السنتر ديستانس بتاعت الشافتس. تاني حاجه عايزين نحدد الديامتر بتاع البولتس اللي هي جنب البيرنج اللي هو دي واحد اللي هو واضح قدامنا ده، فده بيتحدد من العلاقه ان دي واحد يساوي 75% دي اف. ونلاحظ ان هو طبعا ده بيبقى اصغر من المسمار التحتاني لان فانكشن فيه 75% منه، لان ده للربط الكفر مع البيز، بالاضافه لكده طبعا بياخد جزء من الرياكشن اللي بيحصل عند الايه الكراسي. ولما لاحظوا بالقطر دي 2 نلاحظ القطر دي 2 اللي هو قطر المسامير بتاعه ربط الكفر مع البيز، هلاحظ ان دي 2 بتساوي نص الى 6 من 10 الدي اف. ف
في حين ان دي واحد اللي هو اللي كان جنب البيرنج كان 75% دي اف، مع كده ان دي 2 ده اقل، ان ده بعيد عن المنطقه، لان الحمل عند الكرسي بيكون اكبر منه بعيد، لان المسامير دي هي اللي هي دي 2 دي هي دي مجرد تثبيت للغطاء مع ايه مع القاعده. وكل حمل هيجي عليها لو احنا ابتدينا نرفع عن طريق الهوكين اللي موجودين في الرسمه اللي على ايدي اليمين من فوق، الهوكين اللي ممكن ارفع بيهم عن طريق وينش او حاجه ارفع الجسم ده كله، كل الحمل هيجي على دول على المسامير دي اللي هو ايه الويت بتاع الاجزاء كلها، البيز اللي بيثبت فيها هيجي كايه كقوه ايه تنشن. تالت حاجه الديامتر اوف بيرنج كفر بولتس اللي هي دي 3 اللي هي الاغطيه بتاعه البيرنجز بالنسبه للاعمده اللي هي الوسيطه او طرف العمود بتاع الانبوت او الاوتبوت اللي مع اللي مش خارج منه جزء من العمود عشان يركب بالموتور او بالحمل. فلاحظ ان المسامير دي بتبقى 4.10 5.10 الدي اف، بتبقى من 4.10 إلى 5.10 الدي اف، وهنا يستحسن دايما بالنسبه للمسمار ده ان احنا ايه نصغر بقدر المستطاع ليكن 4.10. دي ما عليهاش احمال، مجرد ان هي بس ايه ضغطه تقفيل على الكرسي ايه من بره، او ممكن لو كان الكرسي اللي هنا دون فري او فلوتد، لكن لو كان توتال فيكسد او لو كان فيكسد بمعنى صح فناخد الايه القطر الكبير اللي هو 5.10 دي اف، لان على اساس ان هو ممكن يكون لو كان في كومبوننت افقيه او ثراست فورس يعني هيشيلها الكفر دوت ايه هيساعد ايه في شيلها. يبقى اذا بناخد ال 4.10 اذا كان ده فلوتنج، و 5.10 اذا كان الكرسي دوت كرسي فيكسد يعني بيشيل اكس واي، يعني لو كان بيشيل اكس واي يبقى 5.10 دي اف، لو كان بيشيل الواي بس او اللي هو الريديال بس يبقى 4.10 دي اف. بعد كده حسابات الديستانسز بقى المهمه. اول ديستانس مهمه اللي هي المسافه بين الوول بتاع البيز والفاونديشن بولت، اللي هي المسافه اللي ظاهره ايه قدامي دي اللي احنا مسمينها سي على الرسمه اللي قدامي دي. ونلاحظ ان المسافه سي دي دي من الاهميه بشرط ان انا اضمن ان البولت اللي قطره دي اف يركب في مكانه، والمفتاح اللي هربط بيه كمان يبقى عنده الحيز بعيد عن الوول عشان اقدر اربط ايه الكرسي، اربط المسمار بطريقه سليمه. وعشان كده السي ده بيساوي 1.2 الدي اف زائد 5 مللي، 1.2 الدي اف زائد ايه 5 مللي. الاحظ ان 1.2 دي اف ده من السنتر لاين، يعني معنى كده ان الثقب نفسه او المسمار واخد نص دي اف، المسمار هياخد من الخط الدوتد لاين بتاع السنتر لاين بتاع المسمار وداخل على جوه على ناحيه الوول نص دي اف، هيتبقى لي 7.10 دي اف زائد 5، بس ال 7.10 دي اف دي في منها جزء هيروح في راس المسمار او في نص راس المسمار، والباقي زائد ال 5 مللي ده السبيس اللي بنسيبه علشان المفتاح بتاع الربط يقدر ايه يخش جوه. بعد كده المسافه from housing wall to axis of bolts near bearing اللي هو المسمار اللي هو اللي احنا اللي هو حوالين الدوره دوت اللي هو ايه هذا المسمار، والمسافه دي اف اللي هي باينه على الرسم اللي على ايدي اليمين اللي هو من السنتر لاين بتاع المسمار لغايه الايه الوول بتاعه الكفر او الوول بتاعه البيز. فالمسافه دي اي دي هي ب 1.1 دي 1 زائد 5. ولاحظ ان هو احنا هنا خدنا دي 1 هي الفانكشن مش الدي 2، لان دي 1 اللي هي بتاعه المسمار اللي جنب الكرسي، في حين ان الدي 2 هي بتاعه المسمار بتاع الربط الكفر مع البيز، والدي 1 اكبر لان ايه عشان نوحد بس الايه المسافات بتاعه الاي 1 عشان يبقى الخط او السنتر لاين بتاع المسامير كلها على خط ايه على خط واحد، وبالتالي في اي 1 دي بتساوي 1.1 الدي 1 وبضيف لها ايه 5 مللي. نفس القاعده ان المسافه اي 1 دي اللي هي ظاهره في الرسم اللي عندي في الرسم على ايدي اليمين، راس المسمار تسمح لراس المسمار يكون ليها مكان، بالاضافه لكده المسافه اللي بعد كده اللي هي بين نهايه راس المسمار وبين الوول دي عشان يركب فيها او تدي سماحيه اذا كان هيستخدم لقمه
في الربط، او يستخدم مفتاح يبقى فيه مسافة للمفتاح زي مفاتيح المشرشرة مثلا، يبقى عنده مسافة انه ممكن يستخدم المفتاح ايه بسهولة. المسافة اللي بعد كده اللي distance from housing wall to axis of walls connecting base and cover، اللي هي المسافة بين الهاوزنج وول والاكس بتاع المسامير اللي هي ربط البيز بالكفر، ودي اللي هي المسامير اللي هي ايه اللي احنا شايفينها دي هي. ولاحظ ان السي 1 هي نفس المسافه زيها زي الاي ايه زي الاي 1، وهتلاحظ دي بتساوي 1.2 الدي 2 زائد اي 5 من 10. بعد كده عايزين نعرف الويدث اوف لور فلانج، لور فلانج اللي هي البيس فلانج اللي هي القاعده التحتانيه اللي على الفاونديشن، وعايز اجيب العرض الكامل ليها. فالعرض الكامل ليها اللي هي بيساوي كي بيساوي سي زائد دي اف زائد من 2 الى 5 ملي، حيث سي اللي هي ايه اللي هي السنتر ديستانس، السي اللي هي 1.2 دي اف زائد 5، وعدي دي اف يعني دي بتساوي 2.2 الدي اف زائد 5 ملي، او زائد تقريبا من ايه من 7 الى 10 مليمتر. وهي دي واضحه هنا عندي اللي هي المسافه كده دي هي. ولاحظ ان اهم حاجه في دي ان ايه من الحرف الخارجي للفلانش لغايه السنتر لاين، دي المسافه دي لازم تسمح لي يكون فيها راس المسمار راسي على الفلانش، وبالاضافه لكده في منطقه فاضيه، لان لو انا عملت منطقه زياده دي بتبقى على الاقل نص قطر تساوي الريديوس بتاع الثقب اللي بدخل فيه المسمار، لان لو المسافه دي قلت عن كده ممكن خلال عمليه التعب او ممكن لو نتيجه الفورس اللي بتتولد مع عمليه الربط ممكن يحصل ايه كراكس في الفلانش. واخيرا الويتس اوف ابر فلانش اللي هو الويتس بتاع الفرنش اللي بتعمل كونتاكت بين الكفر وبين الكفر والبيز، اللي هي زي ما احنا شايفين هي المسافه كي 1 اللي بين النقطتين الحمر اللي باينه دي قدامي، ودي بنجيبها من العلاقه سي 1 زائد دي 2 زائد 2 الى 5 ملم، حيث السي 1 اللي هي 1.2 دي 2 زائد 5 ملم. وبكده يبقى احنا تقريبا قدرنا نحدد كل البارامترز الخاصة بتصميم الهاوزنج بتاع الجير بوكس، مع الأخذ بالاعتبار من الرسم اللي ظهر قدامي دي، دي بتوديني المسافة اللي هي بتاعت كي 1، نلاحظ ان هي من ايه من السطح الداخلي للجير بوكس لغاية الفلانج من ايه من الخارج اللي هي المسافة ايه كي 1. وبكده يبقى احنا خلصنا تصميم الجير بوكس بكل اجزائه.